شارع بولفاغ دولتوغ أحد أهم شوارع العاصمة الفرنسية باريس. على جانبيه تراصت مبان هي اليوم الشاهد الوحيد على أحداث وثق هذا المكان على مدى قرنين من الزمان. نوافذها أطلت على حروب وثورات، ازدهار وانهيار للاقتصاد، احتفالات، بطولات، انتكاسات واضطرابات. عاصرت الإمبراطورية وبقيت لعصر الجمهورية، بقيت شاهدة على التاريخ. أحد أهم هذه المباني على الإطلاق هذا المبنى التاريخي المكون من 5 طوابق والذي يضم اليوم مقر السفارة الإماراتية في باريس. سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في باريس تأسست في 14 فبراير عام 1973 وانتقلت إلى موقعها الحالي في عام 2005 والذي كان قاعدة حزب التجمع من أجل الجمهورية. في جوار مبنى السفارة الإماراتية في باريس تقع عدة مبان مهمة كوزارة الخارجية الفرنسية ومبنى البرلمان وساحة الإنفاليد، لكن مبنى السفارة يحمل اليوم قيمة أكبر من كل المباني، ففوقه يرفرف علم بلادي.